بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة قراءات الكنيسة متاخدة من الحد الثاني من شهر أمشير. وزي ما كلكم عارفين إن شهر أمشير كل قراءاته بتتكلم على سر الإفخارستية، سر التناول. الشهر الماضي اللي هو شهر طوبة الكنيسة القراءات كلها كانت بتتكلم على موضوع المعمودية، لأن في شهر طوبة إحنا احتفلنا بعيد الغطاس. شهر أمشير الكنيسة بتتكلم على سر التناول. خليني أشرح لكم الأول القراءات كلها. أول ثلاث أحاد متاخدة من يوحنا إصحاح 6. الأسبوع اللي فات الكنيسة قالت لنا الجزء اللي هو بعد ما السيد المسيح أشبع الجموع من الخمس خبزات سمكتين، الناس كانوا عايزين ياخدوا السيد المسيح ويعملوه ملك، ولكن السيد المسيح هرب منهم وراح على الجبل يصلي. بعد كده السيد المسيح عبر للناحية التانية من بحر الجليل. الجموع فضلت تدور عليه لغاية لما عرفوا ان هو مش موجود في هذه الناحية من البحر، فعبروا الناحية التانية دوروا عن المسيح. لقوا السيد المسيح، قالوا له يا رب انت جيت هنا امتى؟ فربنا راح قال لهم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. ربنا قال لهم انتوا بتدوروا علي وبتسألوا عني مش لأنكم شفتم آيات وأمنتم بي إن أنا المسيح، ولكنكم بتدوروا لأن أنتوا أكلتوا من الخبز فشبعتوا، وعشان كده حتى حبيتوا تعملوني ملك، لأن قلت لو أنا أبقى ملك أرضي ليكم، هوفر لكم الأكل والشرب وكل حاجة أنتوا محتاجينها. فقال لهم اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. الطعام البائد ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس؟ زي ما ربنا قال هذه كلها يعلم الله أنكم تحتاجونها، وربنا بيعطينا هذه زي ما بيدي طيور السماء وزي ما بيدي العصافير وزي ما بيلبس زنابق الحقر. لكن إحنا نعمل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. الطعام الباقي الذي للحياة الأبدية هو الإفخارستية، التناول، لأن من خلال اتحادي بجسد الرب ودمه بثبت في الله والله بيثبت فيا، وباخد قوة القيامة. وبالطريقة دي أنا في اليوم الأخير أقوم إلى قيامة الحياة وأعيش مع الله إلى الأبد في السماء. اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي. بالرغم من ربنا وعدنا ان هو يهتم بماذا ناكل وماذا نشرب وماذا نلبس، وقال لنا بس انتوا اطلبوا ملكوت الله وبره، لكن كتير بنقلق ونقول بس ما احنا عايشين على الارض ولازم نهتم بالاكل والشرب واللبس ومصاريف الولاد والمدارس وكل الحاجات دي. عشان كده جت الكنيسة النهاردة في الحد الثاني ودت لنا معجزة الخمس خبزات والسمكتين. بالرغم في ترتيب الأحداث، المعجزة حصلت الأول وبعد كده الناس دوروا على السيد المسيح عشان يعملوه ملك، وهو هرب منهم وراح وراه في عبر بحر الجليل وقال لهم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. يعني كان مفروض لو بنتكلم على ترتيب الأحداث يبقى إنجيل النهاردة يتقرأ الحد اللي فات وإنجيل الحد اللي فات يتقرأ النهاردة.
لكن الكنيسة ما حطتش الترتيب حسب الأحداث، إنما حطت الرسالة لينا في الحد الأول، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. وبعدين جت في الحد الثاني قالت ولو أنت قلقان من أجل الطعام البائد، أنا هوري لك قصة الخمس خبزات والسمكتين، وزي ربنا أشبع 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال من 5 خبزات وسمكتين. تيجي بقى الحد الجاي، الكنيسة تكلمنا على المسيح خبز الحياة، فتقول لك طب إيه الطعام الباقي؟ أنا اطمنت دلوقتي من جهة الطعام البائد، طب الطعام الباقي إيه اللي هو الطعام الباقي؟ فالكنيسة الحد جاي بإذن الله تكلمنا على المسيح خبز الحياة، ومن يأكل منه يقوم القيامة الأبدية. أنا هو خبز الحياة، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه. وفي الحد الرابع، بس السنة دي الحد الرابع مش هيتقري، لأن الحد الرابع هيجي رفاع الصوم الكبير، وده لقريات خاصة. بس الحد الرابع بتكلم على زكة. زكة كمثال لواحد استقبل السيد المسيح في بيته، وعشان كده ربنا قال حصل خلاص لأهل هذا البيت. فأنا لما بستقبل ربنا جوه قلبي في بيتي، بيبقى زي زكة كده بالتناول، لما بتحد مع جسد الرب ودمه، ربنا يقول اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. أنا بس اديت لكم فكرة على الأربع أحد بتوع شهر أمشير وترتيب القراءات فيهم. لكن خلينا نتكلم على معجزة الخمس خبزات والسمكتين، ودي المعجزة الوحيدة اللي ذكرت في الأربع أناجيل. يعني دي المعجزة الوحيدة اللي ذكرت في الأربع أناجيل. كان في جمع كبير كالعادة، 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال. لو قلنا كل رجل معاه زوجته وطفلين بس، زمان كان بيبعدهم 10 و12، احنا بنتكلم على 20,000 ل30,000 فرد. سيد المسيح سأل فيلبس، قال له أين نجد خبزا فنبتاع ليأكل هؤلاء؟ والقديس يوحنا يعلى يقول قال هذا ممتحنا إياه، لأنه كان عارفا بما كان معتزما أن يفعل. أنا هو مجرد سألوا امتحان، ففيلبس قال له لا يكفيهم خبز ب200 دينار ليأخذ الواحد شيئا يسيرا. عارفين 200 دينار يعني كم؟ الدينار دي أجرة عامل في اليوم، في مثل أصحاب الساعة 11 إدى لكل واحد دينار. لو قلنا أجرة العامل النهاردة في اليوم 100 دولار، يبقى 200 دينار يساوي 2000 دولار. فلما بيقول له الناس دي لو جبنا لهم عيش، بس عيش خبز ب2000 دولار، مش هيكفيهم عشان كل واحد ياخد حاجة يسيرة. طبعا لو أنا عندي 20-30 ألف واحد، فعلا لو جبت لهم خبز ب2000 دولار مش هيكفي كل واحد يأخذ شيء يسير. وبعد كده السيد المسيح لما أندراوس قال له في غلام عنده 5 أرغفة وسمكتين، قال له طيب هاتهم لي، وصلى وشكر وبارك وإدى الجموع، وإدى التلاميذ والتلاميذ أكلوا وزعوا على الجموع، ويقول لك كلهم أكلوا وشبعوا، وفضل عنهم 12 قفة مملوءة. يعني مش بس الجموع دولت 20-30 ألف واحد دولت أكلوا وشبعوا، إنما فضل عنهم 12 قفة مليانة. أكشن أنت لو حبيت تحط الخمس خبزات سمكتين في قفة هيجوا في أعراها كده، لكن إن يفيد 12 قفة، مش كده نسمي الإنجيل ده إنجيل البركة، لأن فيه بركة. قبل ما أكلمكم إيه اللي يخلي فيه بركة في حياتنا، إيه سبب البركة في حياتنا، عايز أقول لكم إن فيه معجزة تانية فيها إشباع الجموع بس تختلف عنديا. كان عدد الرجال 4000، والسيد المسيح أشبعهم من 7 خبزات وقليل من صغار السمك. الآباء
لما شافوا المعجزتين دولت قرنوا بينهم وخدوا منهم تأمل روحي. قال يا ترى المعجزة دي ترمز لإيه والمعجزة دي ترمز لإيه؟ قال المعجزة بتاعت خمس خبزات سمكتين اللي احنا قريناها النهاردة بترمز الله الذي أشبع شعبه في العهد القديم، ومعجزة إشباع الجموع الأربع تلاف دي الله الذي أشبع ولاده في العهد الجديد. ده معناه الله يعتني بينا منذ آدم إلى آخر الظهور، الله يعتني بولاده في العهد القديم والعهد الجديد. ليه خدوا المعجزة دي وقالوا العهد القديم؟ قالوا الخمس خبزات يرمزوا إلى خمس أصفار موسى الناموس، والسمكتين يرمزوا إلى لوحي الشريعة اللي ربنا اداهم لموسى، أو السمكتين يرمزوا إلى الأنبياء والناموس، فترة الأنبياء وفترة الناموس. ومن هنا قالوا يبقى إذن ربنا في العهد القديم أشبع الجموع عن طريق الكلمة وعن طريق الأنبياء وعن طريق التقليد الشفاهي، لأن لغاية موسى ما كانش في كلمة مكتوبة إنما كان في تقليد شفاهي. وبرضو في الإنجيل بتاع النهاردة لو سمعتوا، وكان في ذلك الموضع عجب كثير، ما فيش كلمة بتتذكر كده من غير معنى. فالآباء قالوا طب ليه في معجزة الخمس خبزات سمكتين قال كان في عجب؟ عارفين في يعقوب وفي إشعياء يقول إن الإنسان ده زي العجب وكل مجده زي زهر العجب، أشرقت الشمس العجب يبس وذبل جماله. فالعجب يرمز إلى زوال الإنسان. في العهد الجديد قبل تجديد الطبيعة، العهد القديم آسف، قبل تجديد الطبيعة البشرية الإنسان كان زائل، كان زي العشب. إنما في العهد الجديد بعد القيامة وربنا جدد طبيعتنا بقينا وارثين للأبدية. أيضا عدد خمسة، 5000، قالوا الخمسة ترمز إلى الحواس الخمسة، ترمز إلى الإنسان. فيبقى ربنا أشبع الإنسان من خلال الناموس ومن خلال التقليد الشفاهي ومن خلال الأنبياء، ولكن هذا الإنسان زائل محتاج تجديد للطبيعة البشرية. ده اللي حصل في العهد الجديد. وعدد الأفف اللي زادت 12 أفة يرمزوا إلى 12 السبت بتوع بني إسرائيل. في العهد الجديد بقى هي المعجزة الثانية، أول حاجة عدد الجموع 4000. 4 دايما بترمز إلى الجهات الأربعة، شرق وغرب وشمال وجنوب. في العهد القديم كان شعب الله وإسرائيل فقط، إنما في العهد الجديد ربنا أرسل التلاميذ وكلمة الإنجيل للعالم كله، قال اذهبوا واكرزوا للخليقة كلها بالإنجيل. ومن هنا الإشباع ما بقاش لبني إسرائيل بس، إنما للعالم كله. ده رقم 4000. ربنا في العهد الجديد أشبع العالم كله، أشبعهم من 7 خبزات. 7 يرمز لإيه؟ أسرار الكنيسة السبعة. وقليل من صغار السمك، ما ذكرش عدد هنا زي في العهد القديم قال سمكتين. الآباء قالوا قليل من صغار السمك ده يرمز إلى الرسل وتلاميذهم، ما ذكرش عدد لأن الرسل وخلفائهم مستمرين لغاية مجيء المسيح الثاني فما لهمش عدد. طب وليه سمهم قليل وصغار؟ لأني بالنسبة للعالم كله ربنا شايفنا إحنا القطيع الصغير، قال لا تخف أيها القطيع الصغير، وقال لنا اختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء
واختار جهلاء العالم ليخزي بهم الحكماء، واختار المصدر وغير الموجود اللي يبطل كل ما هو موجود. ومن هنا جت الإشارة إن هو قليل من صغار السمك. وبعد كده ربنا كم أفة زادت؟ 7 أفف، مش 12 بقى زي هنا. والسبعة بترمز إلى الكنيسة، زي ما نقرأ في سفر الرؤيا كان في 7 كنائس والله موجود في وسطها، فبترمز إلى الكنيسة كلها. يبقى إذن المعجزة الثانية فيها 4000، الأربع جهات، يبقى ربنا بيشبع الجموع، بيشبع العالم كله، كلمة الإنجيل ذهبت للعالم كله. وهذا الشبع بناخده من خلال أسرار الكنيسة السبعة، ومن خلال كرازة الرسل، ومن خلال كرازة الرسل وخلفائهم الكهنة، كل الذين يعملون في الكهنوت. فمن هنا ده الشبع. وزادت 7 أفف علامة على إن الكنيسة إلى نهاية العصور هتكون شبعانة وممتلئة بعمل ربنا وعمل نعمة ربنا. دي بس تأمل في المعجزتين، معجزة 5 خبزات سمكتين ومعجزة إشباع الجموع 4000 من 7 خبزات وقليل من صغار الزمن. نيجي بقى للموضوع بتاعنا النهاردة. قلنا الإنجيل ده بنسميه إنجيل البركة. طيب تعالوا نشوف كده إيه سر البركة في المعجزة دي. إيه سر البركة؟ أول حاجة وجود ربنا، وجود ربنا. تخيلوا لو التلاميذ موجودين والجموع موجودين والخمس خبزات والسمكتين موجودين بس السيد المسيح مش موجود، كان هيقدروا يشبعوا الجموع؟ لا. إذن وجود ربنا في حياة الإنسان يبارك الإنسان، وجود ربنا في بيتك يبارك البيت. ومن هنا ربنا مكانه إيه في حياتك؟ لما العذراء جت تولد، نقرأ كده في إنجيل لوقا آية صعبة قوي، يقول وإذ لم يكن لهما موضع في المنزل، ملقوش مكان في المنزل فحطوه، والعذراء ولدت في مزود البقر. لكن هل يسوع له مكان في منزل حياتنا؟ هل يسوع له مكان في قلبك؟ هل يسوع له مكان في فكرك؟ هل يسوع له مكان في بيتك؟ هل في ركن للصلاة موجود في البيت ولا لا؟ وجود ربنا في بيوتنا يعطي البركة. الحاجة الثانية إن النظام، النظام ليست فضيلة اجتماعية ولكنها فضيلة روحية. ربنا قال يتكئ الجموع 50-50. تخيلوا يعني احنا عادتنا بيبقى اقل كتير من 5000، ولكن احيانا لعدم النظام تلاقي مثلا وقت توزيع نقمة البركة مش جايين بنظام، فتلاقي توزيع نقمة البركة تاخد وقت طويل. تخيلوا احنا لو عندنا 20,000 واحد ولا 30,000 واحد في احتفال وعايزين نوزع عليهم اكل، هياخد وقت قد ايه؟ النظام في حياة الإنسان يخلي فيه بركة. لو أنت منظم في وقتك يبقى في وقت للصلاة، في وقت للعمل، وقت للأسرة، وقت لحياتك الخاصة. لكن لو اليوم بتاعك بيبتدي وبينتهي من غير نظام، تلاقي اليوم عدى والأسبوع عدى والشهور عدت، لا أنت صليت ولا قريت في الإنجيل، لأن أنت يومك مش منظم. عارفين بيشبهوا النظام بإيه؟ بيقولك لو انت عندك شنطة انت عايز توضبها عشان مسافر، وانت عندك مثلا 20 آيتم عايز تحطهم في الشنطة، جرب كده وهات الآيتمز بتاعتك وارميهم في الشنطة كده، هتلاقي الشنطة مثلا خدت 10-12 وبس، مش تقدر تاخد اكتر من كده لان هما مش منظمين. يجي واحد تاني يطبق هدومه كده كويس ويحطهم بالترتيب جنب بعض،
الحاجة التانية اللي عايز ياخدها، كل حاجة تتحط. تلاقي الشنطة دي اللي ممكن تاخد 20 ممكن تاخد 25 أو 30. ليه؟ لأنها منظمة. فتبتدي لما الواحد يرص كل حاجة. هجاز الشنطة دي بتمثل حياتك. لو أنت ماشي بالنظام، الطالب ده لو منظم في وقته يعرف يذاكر ويبقى متفوق. الموظف لو ماشي بنظام الانتاج بتاعه يزيد. لو احنا حياتنا الروحية ماشية بنظام، صلواتي، مواعيد اعترافي، اجتماعات الروحية، افتقادي لو انا خادم مدارس احد بفتقد لاولادي، كل الكلام ده مكان الوقت اللي انا بقضيه لتحضير الدرس بتاعي، لو انا شماس الوقت اللي انا بحطه من اجل مراجعة الالحان وحفظ الحان جديدة، لو انا منظم هقدر ان انا انمو، والإنتاج بتاعي سواء الروحي أو الدراسي أو العملي هيبقى إنتاج عالي. الحاجة الثالثة أن سيد المسيح أول ما أخذ الأرغفة يقول وشكرا. شكرا، كلمة شكرا، الشكر ده فعلا سبب البركة في حياتنا. زي ما يقول مار إسحاق، ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. يعني ربنا يديني عطية، لو أنا شكرت عليها، والشكر ده مش كلمة أشكرك يا رب، الشكر ده اتيتيود، يعني الواحد قلبه وفكره وحياته ما فيهوش تذمر، هو شاكر لربنا. لما أنا بشكر ربنا، ربنا يبارك ويدي تاني وتالت ورابع. لكن لو أنا ما بشكرش، خلاص ربنا هيديني تاني ليه؟ ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. ناس دايما تلاقيهم متذمرين، تقعد معاهم على طول يشتكوا يشتكوا يشتكوا، برغم في بركات كتيرة في حياتهم، بس هم مش شايفين غير الحاجات السلبية، تلاقيهم دايما متذمرين ودايما عمالين يشتكوا. عشان كده في الآخر تلاقي حياتهم البركة ما بتزيدش عندهم. ليه؟ بسبب التذمر. التذمر ده نقرأ في كورنثوس الأولى صح 10، يقول إن ربنا أهلك شعب بني إسرائيل في البرية بسبب التذمر. يقول ما تكونوش متذمرين زيهم الذي بسبب الخطيئة دي ربنا أهلكهم في البرية، لكن يريد نكون شاكرين. كنيسة بتعلمنا الشكر في كل الصلوات، بنبتدي بصلاة الشكر، حتى لما نيجي مثلا نعمل مسحة المرضى، صلوات الجنازات بتبتدي برضو بالشكر. الشكر ده يدي بركة للإنسان. أيضا بسبب البركة، من أسباب البركة العمل الجماعي. في ناس كتير ما تعرفش يشتغل مع جروب، يشتغل لوحده بس. خادم ما يعرفش يشتغل مع خادم تاني، تخانقوا مع بعض، أو مجموعة مثلا خدام تديهم مؤتمر ينظموه ما عرفوش يشتغلوا مع بعض، لجنة مثلا من لجان الكنيسة كجروب ما عرفوش يشتغلوا مع بعض، شمامس مثلا واقفين ما عرفوش يراجعوا مع بعض ويقولوا مع بعض. أي مشروع تلاقي مش عارفين، تلاقي الواحد يحب يشتغل لوحده، بس الشغل لما الواحد بيشتغل لوحده ده الإنتاجية بتاعته بتكون قليلة، ما بقاش فيها بركة. إنما لما بنبقى مع بعض الإنتاجية بتزيد، اتنين خير من واحد. هنا سيد المسيح أشرك التلاميذ معاه، يقول لك سيد المسيح أخذ ودى للتلاميذ والتلاميذ وزعوا على الجموع. وأنا متخيل يعني برغم أنها مش مكتوبة إن التلاميذ عملوا زي كده قائد لكل مجموعة فيها 50 واحد، مش قال لهم تكون 50-50، وراح إدوا كده للقائد ده يوزع على 50. وبالطريقة دي التوزيع مش بسرعة جدا. كل ما نشترك في العمل الجماعي مع بعض ونشتغل مع بعض بروح واحدة وفكر واحد، ربنا يدي بركة. ده حين ندخل الأسرة الواحدة تلاقي ما فيش عمل جماعي، الزوج في ناحية والزوجة في ناحية والأولاد في ناحية، وتحاول انت يعني تخليهم كلهم يعملوا بروجكت مع بعض ما يعرفوش. ده لو حاجة بسيطة مثلا هيروحوا يتعشوا فين، تلاقيهم يتخانقوا مع بعض، ما
كل واحد له فكر، كل واحد له فكر. زمان لما في الستينات لما التلفزيون ابتدى يعني يخرج، قالوا التلفزيون ده فكرة جميلة بتجمع الأسرة مع بعض كلهم يقعدوا يتفرجوا عليه. دلوقتي النهاردة تلاقي كل واحد عايز يشوف حاجة برنامج لوحده، فكل واحد بقى قاعد في قطه. دلوقتي ما بقاش حتى في احتياج للتلفزيون، كل واحد بقى على الآيباد بتاعه ولا على التلفون عايز يشوف اللي هو عايز يشوفه، ومش فيش حاجة بتجمعنا. التفرقة دي عمرها ما تجيب البركة، لكن لما نجتمع عشان نصلي مع بعض، لما نجتمع علشان نشوف مثلا عظة مع بعض، نشوف حاجة على التلفزيون برنامج مفيد روح يبنينا كلنا مع بعض، تبقى حاجة مفيدة للأسرة كلها. ويجي بقى مع العمل الجماعي حتة ان انت لا تستأثر بالعمل لوحدك، ولكن ممكن تنيب ناس عنك يعملوا العمل ده، سموه بالانجليزي delegation. You delegate. تلاقي مثلا خادم او امين اسرة او عايز يعمل كل حاجة بنفسه، ودي احيانا بتبقى فيها ازمة ثقة، ان انا مش واثق في اللي حواليا، فعش كده عشان اطمن انها تتعمل لازم اعملها بنفسي. طبعا ده بياخد مجهود كبير، وفي نفس الوقت الانتاجية بتبقى قليلة. لكن لو الواحد اتعلم ان هو يشغل ناس مع حواليه، وانت اعمل ده وانت اعمل ده وانت اعمل ده، العمل يتعمل بسرعة، هيتعمل بكفاءة اعلى، وهيكون فيه بركة. ايضا البركة جت من حكاية اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع منها شيء. الكسر، الفتات الوقت مثلا. شوف في اوقات كتيرة بتضيع، نبعدين كده بس بوز ما بتعملش حاجة، لكن لو استفدت بفتات الوقت ده اكشلي 10 دقايق هنا، 5 دقايق هنا، ربع ساعة هنا، تقدر تعمل فيها أعمال كتير. أنا فاكر لما كنا بنعمل اجتماعات كهنة لكل نورث أمريكا، لكل أمريكا الشمالية، لما كان يعني قداس البابا شنودة بيجي يزورنا هنا ويعمل سيمينارات، فما بين الاجتماع والاجتماع نبقى قاعدين بنتكلم مع بعض بنحكي. كان معانا أبونا تدرس يعقوب، كان دايماً يعمل إيه؟ تلاقي أبونا تدرس حتى في 10 دقايق 5 دقايق بين اجتماع واجتماع ماسك كتاب وماسك قلم وكراسة، يا بيترجم يا بيكتب على طول، بيستفيد بوقته، ما كانش ضايع أي دقيقة. وأنا كنت أشوفه من بعيد كده وأقول ده أبونا ده يعني فعلاً حريص على الوقت، زي اجتماع الكسر ما بيضيعش أي وقت صغير، بيستفيد بكل دقيقة. علشان كده كمية الكتب اللي هو نشرها، لما نقعد نفكر كده مع الخدمة الكبيرة اللي هو بيعملها، إزاي يعمل الخدمة الكبيرة دي ويطلع كل الكتب دي في الوقت ده؟ البركة، لأنه بيستفيد من حتى الكسر. يا ترى كسر الوقت بتستفيد منها ولا لا؟ ونفس الكلام الحاجات اللي هي الصغيرة اللي احنا لا نهتم بيها، مثلا الأكل. مثلا لو احنا بس بنشوف الأكل اللي بيفضل عننا وبيترمي، ده ممكن يأكل أسر كاملة في الأسر فقيرة، يعني سواء في مصر أو هنا، لكن احنا منبقاش حريصين ونعمل كميات ونرمي. طبعا ده مش صح، ده ربنا هنا قال اجمعوا كسر، اجمعوا كسر. مهم جدا ان الانسان يهتم بكل حاجة ربنا اداها لنا، حتى الحاجات القليلة لما تهتم بيها ديا بتدي بركة. المهم اللي انا عايز اقوله، ربنا مستعد يباركنا، لان ربنا مصدر كل بركة، لكن احنا برضو
بتعاوننا مع الله وإن إحنا نمشي صح ونأخذ أساليب البركة، الأسباب اللي أنا قلتها لكم ده يخلي البركة تظهر في حياتنا. لكن يبقى ربنا عايز يباركنا وأنا قافل إيديا كده مش فاتح إيديا عشان أخذ البركة، طب ربنا هيباركني إزاي؟ فياريت النقطة اللي إحنا قلناها النهاردة اللي إحنا كلنا أخذناها من الخمس خبزات والسمكتين، برضو نقطة يعني عايز أزودها، فكرة العطاء. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الإنسان اللي بيدي هياخد بركة. تخيلوا كده لو في 20,000 واحد موجودين وواحد بس معاه أكل خمس خبزات سمكتين، فرحت قلت له ممكن تديني الخمس خبزات سمكتين اللي معاك؟ يقول لك هتعمل بيهم إيه؟ تقول له أنا عايزهم علشان هنوزعهم على الناس دي كلها. إيه رد الفعل الأولاني؟ تقول له لأ سيبهم لي، ده الغداء بتاعي، أنت جاي تاخده مني؟ وهو معقولة دولة هيكفوا كل الناس دولة؟ يعني أنا بتخيل لما جاء أندراوس ياخد الخمس خبزات سمكتين من الغلام، يعني فتى صغير كده يعني، ياخد منه الخمس خبزات سمكتين ويقول له هنديهم ليسوع. الولد ده لو ما كانش عنده فعلا محبة للعطاء كان ممكن يحصل له حاجة. احنا كتير احيانا لما نيجي مثلا نطلب حاجة من كنيسة او من شعب او من افراد، واحد يقول لك منين، انا ما عنديش مطلبش مني. لكن لو انت اديت ربنا هيبارك اكتر واكتر واكتر. وفي ناس بيقولوا لي ان هم كل ما يكونوا مزنوقين كل ما يدوا فعشان ربنا يباركهم. يعني الحل لما يكونوا مزنوقين ماليا مش ان هم يقولوا ما نديش، لا يدوا اكتر، فربنا عمره ما هيكون مديون فيباركهم اكتر واكتر. فالعطاء بتاع هذا الفتى او الغلام ده مثل يحتذى به، ازاي ان هو ادى الاكل بتاعه وهو اكيد في عقله ما قدرش يتصور ازاي الخمس خبزات والسمكتين دولت ممكن يشبعوا الجموع دولت كلهم. لكن حبه للعطاء خلاه يعطي. هل احنا ايضا بنحب العطاء؟ كل ما تعطي كل ما ربنا يبارك في حياتك. ربنا يبارك في حياتنا جميعا ويعطينا ان احنا نكون شاكرين، يكون حياتنا الله موجود في وسطها، نكون محبين للعطاء، نكون منظمين في حياتنا، نكون نهتم حتى بالكسر الصغيرة في حياتنا علشان نقدر نأخذ بركة أكتر وأكتر في حياتنا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.